مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس. بالنسبة لتناول موضوع السلطان، إذا أردنا أن ندرس نجد أن كلمة سلطان تأتي من كلمة الكاتب، بمعنى آخر إن سلطان العمل هو سلطة كاتبه، فالكاتب هو الذي يعطي سلطاناً لما يقوم بكتابته. لذا نحتاج لمعرفة من هو كاتب الإنجيل، من هو كاتب الكتاب المقدس. والإنجيل يجيب عن هذا الأمر بوضوح في تيموثاوس الثانية 3:16، إذ يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إذا أردت أن تكون كاملا متأهبا لكل عمل صالح، فالمصدر هو كلمة الله. يقول بولس: كل الكتاب هو موحى به من الله، وفي اللفظ اليوناني هو نفس الله، فإن كلمة نفس وكلمة روح يعطيان نفس المعنى، أي أن كل الكتاب المقدس أوحى به روح الله. والسلطان الذي هو وراء الكتاب المقدس كله هو سلطان الروح القدس. عندما نواجه الكتاب المقدس فنحن نواجه بالفعل سلطان الله ذاته. ويقول: كل الكتاب هو موحى به وليس بعضه. يفرق البعض بين الأجزاء التي يرونها موحى والتي يرون أنها ليست بنفس السلطان، لكن هذا لا يتفق مع الكتاب، لأن الروح القدس نفسه يقول كل الكتاب هو موحى به من الله، وأن كل الكتاب هو نافع، وليست هناك أسفار يمكن تجاهلها لكونها غير مهمة. أسفار مثل عزرا ونحمية مهمة جدا، نشيد الأنشاد مهم جدا، وسفر نحوم مهم جدا. لا تركز فقط على الأجزاء المعروفة بالكتاب اعتقادا منك بأنها المهمة، لأن هذا خطأ. إن أردت أن تكون متأهبا يجب أن تتسلح بكل ما هو في الكتاب، وقد يتطلب ذلك سنوات لكنه تراكمي. يمكنك المضي من قوة إلى قوة، وأنت تتأمل وتدرس وتطبق كلمة الله، وتذكر أن يسوع قال إن البناء على أساسه هو سماع وأيضا تطبيق كلمة الله، ليس السمع فقط وإنما السمع والتطبيق. وأما بالنسبة لتفسيرنا للكتاب المقدس فهناك يوجد مفسر واحد معتمد، وهو الكاتب. أحيانا تجدون كتبا كثيرة تحمل اسمي أنا مؤلفها، إن لم تفهم ما أقصد فيها فأنا أفضل من تستشيره، لأنني أعرف ما قصدته، ربما لم أقله بوضوح لكنني أعرف ما قصدت. إن أردت أن تعرف معنى فقرة بالكتاب فاسأل المؤلف، فهو الشخص الوحيد الذي له السلطان لتفسير الكتاب. يقول بطرس في رسالته الثانية 1:20-21: عالمين هذا أولا، إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. لا يستطيع إنسان القول بأنه يفهم المقصود. الوحيد الذي له حق تفسير الكتاب هو الروح القدس. يقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس يشير لنفس ما أشار بولس إليه، وهو أن السلطان وراء الكتاب ومصدر الوحي هو الروح القدس. والآن قد تقول، ولك الحق في ذلك،
أن الذين كتبوا الإنجيل كانوا في مواقف كثيرة ضعفاء مخطئين، والكتاب نفسه يسجل الكثير من خطاياهم. أعتقد أن هذا دليل على دقة الإنجيل، وهو أنه يسجل خطايا الذين كتبوه. الكثيرون اليوم يسترون خطاياهم ولا يكشفوها ليظهروا أنفسهم كمن لا يخطئ. هذا لم يحدث من كتبة الإنجيل. حتى داود الذي كتب معظم المزامير قد تم تدوين خطاياه الكبيرة حتى يقرأها الجميع. فكيف إذن يكون إنجيلنا منزها إن كان كتابه من الخطاة؟ هناك إجابة رائعة عن هذا السؤال في مزمور 12 والعدد السادس، عدد واحد بسيط، مزمور 12 عدد 6، يقول: كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفاة في بوتة في الأرض، ممحوصة 7 مرات. وهذا التشبيه مأخوذ من طريقة تنقية المعادن، إذ كان الناس يبنون فرنا من الطين ويوقدون النار فيه ويضعون المعادن بداخله لكي تتنقى. إذن لدينا 3 عوامل في هذا التشبيه. فلدينا هنا الفرن الطيني، وهو الأداة البشرية مجرد طين، ولدينا النار وهي الروح القدس الذي ينقي، وأيضا الفضة التي هي الرسالة. إذن يشرح لنا هذا كيف يمكن للخطاة أن يصبحوا وسيلة حقيقية لإظهار كلمة الله الموحى بها. سأكررها ثانية: الطين هو الأداة البشرية، والنار هي الروح القدس، والفضة الممحوصة 7 مرات النقية تماما هي كلمة الله. ورقم 7 في الكتاب المقدس يتصل بأمرين: الروح القدس وأيضا الكمال، والكمال هو بالروح القدس. رغم أن الإنجيل جاء من خلال أواني خزفية، رجال ونساء هم خطاة وضعفاء، إلا أنه تنقى 7 مرات، وذلك بنار الروح القدس، فهو موثوق به تماما. الآن نحتاج أن نتأمل موقف المسيح نفسه من الكتاب المقدس، لأنه هو مثلنا الأعلى ونحن تلاميذه. كيف كانت علاقة المسيح بالكتاب؟ قرأنا في الإنجيل صباحا، وسنقرأ ثانية يوحنا أصحاح 10. يوحنا الأصحاح 10 العدد 35، لن نقرأ غير هذا العدد. يوحنا 10:35، قال يسوع، وهذا من خلال مناقشته مع بعض القادة اليهود ونحن لن نخوض فيها الآن: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فقد سبق لي أن أوضحت هذا وسأكرر، لقد أطلق يسوع على الإنجيل الاسمين اللذين استعملهما أتباعه أكثر من غيرهما: كلمة الله والمكتوب. فنحن عندما نقول كلمة الله تعني أنه من عند الله، لم يأتي من عند إنسان، بل من السماء، من عند الله. وعندما نقول المكتوب يعني الذي قد تم تدوينه كتابة. قال الله أشياء كثيرة لكنها لم تدون كتابة، لكن كل ما هو مدون في الكتاب المقدس هو مدون لمنفعتنا الخاصة، إذ أنه يتضمن ما نحتاج أن نعرفه عن خلاصنا. كان هذا هو موقف المسيح، ويتلخص في العبارة التي قرأناها صباحا وسنكررها ثانية: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. لا شيء يمكن أن يعبر عن سلطان الكتاب أكثر من هذه العبارة البسيطة: لا يمكن نقضه. أريد دعوتكم مرة أخرى لتكرار ما قمنا به صباحا، رددوا معي هذه العبارة: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فلنكررها: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. وتذكروا أن الله يحاسبكم على ما تقولون، لأنه يتوقع منكم تقبل سلطان الكتاب في كل نواحي حياتكم. دعونا الآن نتناول كيف استخدم المسيح الكتاب، ومرة أخرى هو مثالنا، لننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 4.
حيث قد وقع حدث معين عندما كان يسوع في البرية وكان الشيطان يجربه. متى الأصحاح الرابع، لكننا سنبدأ القراءة من نهاية الأصحاح الثالث. تتحدث نهاية الأصحاح الثالث عن عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن. صعد للوقت من الماء فرأى روح الله الروح القدس نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. إن معنى عبارة الروح القدس مستقرا عليه، ربما حل الروح القدس على بعضنا مرات عديدة لكنه لم يستقر علينا، لأننا فعلنا وقلنا أشياء تبعد الروح عنا، ولكن يسوع لم يقل أو يفعل ما يحزن الروح القدس أو يتسبب في طيران هذه الحمامة. ويكمل: وصوت من السماوات وهو صوت الله الآب قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لعلنا نتصور أنا وأنت أن بعد ذلك أصبحت حياة يسوع سهلة، إنه قد حصل على تأييد الآب والروح القدس وأيضا يوحنا المعمدان. لكن هذا لم يحدث، إذ بعد ذلك وجد نفسه في البرية صائما 40 يوما وأخذ الشيطان يجربه. لذلك أرجوكم لا تتوقعوا أن البركة الإلهية سوف تجعل حياتكم سهلة دائما، في الواقع ربما تجعل الحياة أكثر صعوبة، لأن الشيطان دائما يقاوم المختارين مقاومة أشد عنفا. لنذهب الآن إلى إنجيل لوقا. أما يسوع فكان ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية، وبعد انتهاء 40 يوما قد رجع يسوع بقوة الروح القدس. وهذان أمران مختلفان، الأول أن تقتاد بالروح، والثاني هو أن تتحرك وتعمل بقوة الروح، ويسوع لم يفعل ذلك حتى تصارع مع الشيطان في البرية وغلبه. وإلى حد ما ينطبق هذا علينا جميعا، يجب علينا التغلب على الإغراءات والمعارضة حتى نستطيع التحرك بقوة الروح القدس. والآن عندما جاء إليه المجرب في متى 4، أي شيطان، كانت أول تجربة قدمها له هي التشكيك، وهذا في أغلب الأحيان هو السلوك المعتاد للشيطان، فهو لا ينكر كلمة الله على الفور بل يشكك ويدفعك إلى التشكك. لقد نجح في هذا عبر تاريخ الكنيسة ولم يحتاج للبحث عن أسلوب آخر، لأنه ناجح بالفعل، لكن لا تدعوه ناجح معكم. إذن تلاحظون أن أول ما قاله الشيطان للمسيح وهو يجربه في إنجيل متى 4 والعدد الثالث: فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. كان الآب قد تكلم توا وقال: هذا هو ابن الحبيب، ولكن الشيطان كان يطلب أن يشككه فيما سمعه من الله: إن كنت ابن الله فافعل ما يثبت ذلك، اجعل الحجارة خبزا. لكن المسيح أجابه: إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. إن الأمر المثير هنا إن إجابات يسوع الثلاث مأخوذة من سفر واحد، وهو سفر التثنية. والمثير أيضا أن لا المسيح ولا الشيطان تشكك في سلطان المكتوب في سفر التثنية، فلا تضيعوا وقتكم في ذلك. وهكذا تعامل يسوع مع التجربة، وهذا مهم جدا. لقد تعامل معها بمواجهته إياها باستخدام كلمة الله المكتوبة. قال أنه مكتوب: لا تعتقد أنك من البراعة لتجادل الشيطان، لأنه أقدر منك بكثير، وهو ذو خبرة طويلة جدا في هذا المجال، فلا تحاول إقناعه برأيك، لكن عليك مواجهته بالمكتوب. ففي كل مرة جرب فيها يسوع كان يقول: إنه مكتوب، إنه مكتوب، إنه مكتوب. وعندما قال يسوع ذلك غير الشيطان الموضوع، كان يعرف عجزه أمام الكتاب. فلا يخدعنك الشيطان بأن تحاول هزيمته بفلسفتك الخاصة أو باللاهوت، وإنما واجهه بكلمة الله، فإن يسوع لم يقترف خطأ حواء القديم. لنرجع معا لفجر التاريخ البشري في التكوين الأصحاح الثالث.
الأعداد الأولى تقول: وكانت الحية التي هي الشيطان متجسدا أحيا الجميع حيوانات البرية، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ ماذا فعلت الحية أولا؟ التشكيك، هذا صحيح. عندما تشك فالخطوة التالية هي الإنكار الذي تعقبه المعصية. تذكروا ذلك، لا تفسحوا مجالا للشك. ظنت حواء خطأ أنها سوف تتعادل مع الشيطان، فلم تريد الاعتراف بوجود محظورات عدا الشجرة في وسط الجنة، شجرة الحياة، فقالت: قال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. لاحظوا جواب الشيطان، فقالت الحية للمرأة: لن تموت. هذا هو غرض الشيطان، أنه يبدأ بالتشكيك ويعقبه الإنكار. إن درستم الكنيسة في 100 عام الماضية ستجدون أنه حينما أقنع الشيطان لاهوتيا أو واعظا بالتشكيك في الكتاب، فالنتيجة الحتمية هي نكرانه بالفعل. فإني أقول لكم: لا تسلكوا في هذا الطريق المنحدر للهوية. الكتاب له سلطان، إنه كلمة الله، فاقبله لتعيش به. واجه به الشيطان، فهو لا يستطيع الرد على كلام الله. في أفسس 6:17 يقول بولس: خذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. وهناك لفظان يونانيان بمعنى كلمة، الأول لوغوس والآخر ريما. لوغوس تعني التوجيه الإلهي الأبدي الكامل، وريما تعني كلمة الله المنطوقة، وهذا هو المقصود في أفسس 6:17. يقول: خذوا سيف الروح الذي هو ريما، أي كلمة الله المنطوقة. وعندما تواجه الشيطان عليك مواجهته بنطق كلمة الله. لن يحميك الإنجيل إذا كان موضوعا على الرف أو فوق المنضدة المجاورة لفراشك، سيحميك فقط عندما تنطق به. يجب أن تضعه في فمك وتقوله لنفسك، عندئذ فهو يصبح سيفا مدببا حادا يتراجع الشيطان أمامه، فهو لا يقدر عليه. لنرى أيضا ما قاله يسوع عن سلطان كلمة الله المكتوبة. تذكروا ما قلت أن المكتوب تعني كلمة الله المكتوبة. قال يسوع في إنجيل متى 5:17-18: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. كانت تلك طريقة تعبير اليهود عما نسميه العهد القديم، الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. معنى حرف ونقطة: أولا حرف وهي يود، هي أصغر حروف اللغة العبرية، أما النقطة فهي ما يوضع فوق بعض الحروف في الكتابة لتمييزها عن غيرها، فهما يعدان أصغر شيئين في كلمة الله المكتوبة. ويسوع يقول أنه لن يزول أيا منهما، فهذا هو دليل واضح على اعتراف يسوع بالسلطان المطلق لكلمة الله المكتوبة، ولم يكن يتحدث عن كلمة الله المنطوقة، لأن كلمتي حرف ونقطة تنطبقان على الكلمة المكتوبة. إذن يسوع هنا يؤيد تماما السلطان الكامل لكلمة الله المكتوبة. وبعد فترة طويلة وقرب نهاية خدمتي، في متى 22 كان يتحدث مع الصدوقيين، وهم الليبراليون في ذلك العصر، وهم الذين لم يتقبلوا سلطان الكتاب، فهم لم يتقبلوا سوى سلطان الأسفار 5 فقط، وكانوا أيضا يرفضون التعليم بوجود قيامة للأموات، وجاءوا ليسوع بسؤال ذكي، وهذه هي إجابة يسوع عليهم في متى 22:31-32: وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل:
أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. لاحظوا كيف طبق يسوع هذا المكتوب. هذه الكلمات كان موسى قد كتبها قبلها ب14 قرنا، وهي كلمات خاطب الله بها موسى مباشرة. يسوع لم يعتبرها كلمات قيلت لموسى منذ 14 قرنا. يا له من سلطان. قال: أفما قرأتم ما قيل لكم من الله؟ هل ترون؟ فإن الكتاب ليس عتيقا، إنه ليس مجرد سجل البراعة الإنسانية بل الله. رغم أنه كتب قبل 3000 عام، ما زال الله يتحدث إليكم اليوم. هذا هو سلطان الكتاب كما فهمه يسوع. يجب أن نتناول أيضا كيف تم المكتوب في حياة الرب يسوع. إن قرأت العهد الجديد ستجد 18 موضعا مكتوب فيها عن حياة يسوع، وكان هذا لكي يتم الكتاب، أي أنه لم يصدق المكتوب فقط ولم يعلن المكتوب فقط بل أطاعه بالفعل. كانت حياته إتماما للمكتوب. جوانب حياته كثيرة، سننتقي 4 فقط: ميلاده وحياته وموته وقيامته. وفي كل هذه الأمور قال الكتاب إنها حدثت لكي يتم ما قد كتب. ما كان يمكن ليسوع تأكيد سلطان المكتوب بصورة أكبر من هذه. دعونا ننتقل إلى العهد الجديد. ما هو السلطان وراء العهد الجديد؟ ستندهشون عندما تعرفوا أنه نفس سلطان العهد القديم. سنتناول فقرتين تحدث فيهما يسوع لتلاميذه. في يوحنا أصحاح 14 العددين 25 و26 يقوم يسوع بوداع تلاميذه ويجهزهم لمسألة رحيله قبل صعوده للسماء، ويقول بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس، يطلق على الروح القدس المعزي وأحيانا ندعوه المعين. الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إذن فالسلطان وراء كتابات جميع الرسل هو سلطان الروح القدس. يسوع قال أنه سيفعل شيئين: الروح سيعلمكم ما لم أعلمكم، إذا نسيتم ما قد قلته لكم سيذكركم هو به. إذن المكتوب بالإنجيل لا يعتمد على الذاكرة البشرية بل يعتمد على حق الروح القدس. ثم في يوحنا 16 الأعداد 12 إلى 14 يقال نفس الشيء، إذ يقول يسوع لتلاميذه: إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذلك روح الحق دعوني. أشير إلى أن يسوع خالف قواعد اللغة ليؤكد أن الروح القدس ليس شيئا بل شخصا. لن أشرح الأمر لأنه بالغ التعقيد، لكن طبقا لليونانية كان عليه أن يقول هي، لكنه استخدم الضمير هو، أي أنه يريد التأكيد على أن الروح القدس ليس هي بل هو. هو شخص وعلينا التعامل معه كشخص. وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يكرر يسوع أن أي جزء من التعليم لم يتلقوه بعد سوف يأخذونه من الروح القدس. ثم يقول: لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وفي العدد التالي: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وهنا يتضح لنا واحدة من أهم خصائص الروح القدس على الإطلاق، وهي أنه يمجد يسوع. إن واجهتكم أي ظواهر تبدو لكم روحية ولا تمجد المسيح، وإنما تمجد شخصا أو تسير في اتجاه آخر، فثق تماما
أنها ليست من الروح القدس. إن الهدف الأسمى للروح القدس هو تمجيد وإظهار يسوع. الآن دعونا ننتقل إلى موضوع مهم ومثير، وهو طبيعة كلمة الله. إنه بالفعل موضوع بالغ الأهمية. في عبرانيين 4:12 فإننا نجد تحليلا لطبيعة كلمة الله. عبرانيين 4:12 لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، لاحظوا تشبيها آخر بالسيف، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. إذن كلمة الله ليست ميتة، ليست علامات سوداء على ورق أبيض، ليست فقط كلمات تخرج من فم واعظ، إنها حية، حية بالفعل، وعندما تأتي تجلب الحياة. كلمة الله حية، حية وفعالة. حمدا لله إنها فعالة أكثر من الأكاذيب التي نشرها الشيطان في العالم. كلمة الله هي الحل النهائي. ثم يقول إنها خارقة إلى مفرق النفس والروح. والروح إنه أمر مهم، يجب ألا يبعدني عن الموضوع. الكتاب يظهر أن للإنسان 3 جوانب: الروح والنفس والجسد. هو مثلث الجوانب، خلق على صورة الله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. فإن السبيل الوحيد لنا لكي نقدر أن نفرق بين النفس والروح هو كلمة الله، فإنها الأداة الوحيدة الحادة جدا لتخترق وتفصل فعليا النفس عن الروح. وهذا مهم جدا، لأنك إن قمت بدراسة العهد الجديد فستجد أن النفس بطرق عديدة هي تقاوم الروح. فنجد في رسالة كورنثوس الأولى 2 يقول الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأن عنده جهالة. فيجب أن نتعلم أن نميز ما هو للروح وما هو للنفس، فإن كلمة الله فقط يمكنها ذلك. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الكتيبات حول خدمة ديريك برينس التعليمية، راسلنا على العنوان التالي: